ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. حياكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من سائل مصري يقول في هذه الرسالة: السؤال الأول، ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في قارئ يستأجر في ليالي رمضان يقرأ بأجر يقوم هو بتحديده، وهل على الذي يقوم بالتأجير في شهر رمضان إثم؟ نرجو من فضيلة الشيخ التوضيح في ذلك، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاستئجار على قراءة القرآن لا يجوز، أي أنه لا يجوز أن تستأجر شخصا يقرأ القرآن، يقرأ القرآن عليك للتعبد بالاستماع إليه، وذلك لأن قراءة القرآن قربة تقرب إلى الله عز وجل، وكل قربة تقرب وكل شيء يقرب إلى الله فهو عبادة، والعبادة لا يجوز أخذ الأجر الدنيوي عليها، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان. وبذلك يتبين لنا خطأ ما يفعله بعض الناس إذا مات لهم الميت، استأجروا قارئا يقرأ القرآن يزعمون على روح الميت، فإن هذا محرم، ولا أجر للقارئ على قراءته هذه، وعلى هذا فيكون استئجاره إضاعة للمال بدون فائدة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم: أنا لا أصلي بكم في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله: نعوذ بالله من يصلي خلف هذا. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على قراءته على مريض أو لديغ أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، فلا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فيفرق بين من يستأجر لمجرد التلاوة وبين من يستأجر لعمل يحصل بالقراءة، أي بقراءة القرآن، فالثاني جائز والأول غير جائز.